سيداتي وسادتي، أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم من تلفزيون جمهورية جيبوتي. نحييكم ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية المسائية والمفصلة لهذا اليوم من أهم عناوين هذه النشرة. رئيس الجمهورية يتقدم بأحر التهاني والتبريكات للشعب. العالم يحتفل بإطلالة العام الميلادي الجديد 2020. ودوليا اختطاف 8 بحارة في هجوم على سفينة يخت يونانية في الكاميرون. أهلا ومرحبا بكم وكل عام وأنتم بألف خير. بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2020، هنأ رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جلي الشعب الجيبوتي وعبر في ذات الوقت عن تمنياته بموفور الصحة والسعادة، مستعرضا بعض اللحظات التي انفرد بها العالم المنصرم 2019. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Mes chers compatriotes, nous voici au seuil d'une nouvelle année, l'occasion pour moi de vous souhaiter à tous et à toutes mes meilleurs vœux de santé. إننا نقف على عتبة سنة جديدة، وأن ذلك يشكل فرصة مهمة لي لأعبر لكم عن تمنياتي بأن تنعموا بصحة وسعادة. أنه في هذا الوقت الذي نحتفل بدخول العام الجديد بأجواء مشحونة بفرح وحماس، أريد أن نذكر أولا وقبل كل شيء بالإخلاص الشديد مواطنينا الذين يعانون جراء الأسقام والأمراض، وفي هذا السدد نناشد الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم بالشفاء العاجل. بما أننا نقف على عتبة هذا العام الجديد، أود أن أبدأ تفكيري بقوة في الوقت ذاتي في القوات الدفاع والأمن والذين يطحون بأجسادهم وأرواحهم في سبيل حمايتنا ومحافظة على أمتنا. أبناء بلدي العزيز، لقد كانت السنة الماضية مليئة بأحداث التي مكنت بلادنا من الاستمرار في مسار التنمية الاقتصادية، لكن للأسف تميزت هذه السنة أيضا بفيضانات غير مسبوقة والتي أثرت على عديد من مواطنينا. وأود بهذه المناسبة أن أحيي روح التضامن والمساعدة المتبادلة بين جيبوتيين والتي مكنتنا من التغلب على هذه المحنة، وذلك نثمن التزام دول الصديقة التي أظهرت دعمها لنا في هذا الظروف المؤلمة. عاما بعد عام تستمر بلادنا في تحول، ويمكننا بفخر أو أن ننظر إلى الوراء في الماضي وتعتزم بالتقدم الذي أحرزناه والتماس بمكاسبنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. يجب أن تملأنا هذا المكاسب بالآمال والتفاؤل وإقناع أنفسنا بأن مستقبلنا يعتمد كليا علينا وعلى قدرتنا وعلى تعبيتنا والتزامنا وتعبنا. أبناء بلدي العزيز، طموحنا لأمتنا لا يزال قائما وسليما، لأن هذا الطموح يتم دعمه ورعايته والحفاظ عليه بإرادتنا لنا جميعا. وهذا الطموح بدأ يشكل بالفعل أمامنا، أمام أعيننا، خطوة بخطوة، وذلك بفضل رؤيتنا واستراتيجيتنا ومشاريعنا الرئيسية. سنمضي في هذا العام الجديد 2020 في طريقنا لطموحنا في استمرار سياساتنا والتزامنا. وفي هذا العام مرة أخرى سوف تستمر الحكومة في طريق الإصلاحات التي تهدف إلى جعل خدماتنا العامة أكثر كفاءة وفعالية، لكن أيضا جعل قطاعنا الخاص أكثر ديناميكية وأكثر جاذبية. أن الحكومة ستعمل مرة أخرى هذا العام على ضمان أن يكون نموؤنا أكثر شموليا اقتصاديا واجتماعيا. وفي هذا العام ستستمر
الحكومة وستولي اهتمام اللازم فيما يتعلق بمخاوفكم وتحقيق تطلعاتكم، لأنه قبل كل شيء فإن أفكاركم ومقترحاتكم ومبادراتكم تمثل خيط المشترك في سياسة الحكومة. أبناء بلدي العزيز، أنه إن كان بلدنا مهما في المنطقة فليس فقط لموقع الاستراتيجي، إن بلادنا مهم أيضا لما هو عليه ولما يتمسك به من القيم والمبادئ. لهذا السبب نحن فخورون بما نحن عليه، أمة سلام، أمة تنشر التسامح والأخوة. إنها رسالة السلام والتسامح، أمة تنشر التسامح والأخوة. إنها رسالة السلام والتسامح والإخاء، هذا التي نريد مشاركتها مع المجتمع الدولي خلال عام الجديد. أصدقائي الأعزاء، أتقدم مرة أخرى بأذيب التمنيات لكم بالصحة والازدهار للعام الجديد. تحيا جمهورية جيبوتي. على غرار بقية الدول العالم، احتفلت جمهورية جيبوتي الليلة الماضية بمناسبة إطلالة العام الميلادي الجديد 2020. وفي هذا الإطار أقامت هيئة الإذاعة والتلفزيون ومكتب عمدية مدينة جيبوتي العاصمة وقصر الشعب أمسية ثقافية في باحة قصر الشعب. وشارك في هذه الفعالية التي قامت بتنشيطها مجمل الفرق الفنية في ساحة الوطنية بالأغاني والرقصات الشعبية. Shisheya bihi siroku kuma ombi hiyane kuma ombi hiyane oga shanaftayda dibiyo bayla udidda kabah manka bisladay edbukanka kurebtay kabah manka kabah manka kabah manka. بدأ العالم الاحتفال بالعام الجديد،
وقد أعطت سيدني إشارة الانطلاق بعرض هائل للألعاب النارية لتصبح أول مدينة تدخل العقد الجديد رغم سحابة الدخان السام يخيم عليها جراء الحرائق التي تلتهم مساحات كبرى في أستراليا. وشارك الآلاف الاحتفالات بحلول العام الجديد في مدن عدة بأستراليا وبرلين وموسكو واليونان، وتميزت الاحتفالات بتركيز الأضواء على أبرز معالم المدن من جسور وأبراج ومباني وبإطلاق الألعاب النارية. وبدأت عواصم العالم تباعا الاحتفال ببدء العام الجديد كل منها بحسب منطقة توقيتها. وفي بلجيكا تهب الجميع لاستقبال بداية العام الجديد بعرض للألعاب النارية عندما معلم أوتوميوم الشهير في بروكسل، كما احتفلت جمهورية جيبوتي بحلول العام الميلادي الجديد وتزينت السماء بالألعاب النارية التي جعلت الأجواء سعيدة ومنبهجة تخطف أنظار الحاضرين في الساعة 12. واحتشد المواطنون للاستماع بمشاهدة عروض للألعاب النارية، وتنتشر مظاهر الاحتفال برأس السنة الميلادية 2020 في العاصمة جيبوتي. فاز فريق الشرطة الوطنية من تجرة على فريق راس بير من منطقة أوبوخا بثلاثة أهداف، وذلك في إطار مسابقة كاس كارتو مالتيز. وحضر هذه المناسبة العديد من الشخصيات البارزة أمثال أمين الدولة للشباب والرياضة السيد حسن محمد كامل، وأمين الدولة المكلف باللا مركزية السيد حمد محمد عرميس، ومدير الشؤون الرياضية في المناطق الداخلية السيد عمر حسن عبد الله، ورئيس الاتحاد الجيبوتي لكرة القدم السيد سليمان حسن وابري، إضافة إلى سلطات المنطقة في كل من أبوخة وتاجورا. وجرت هذه المباراة بين فريق الشرطة الوطنية من تاجورا وفريق راس بير من منطقة أبوخة. وحضر هذه المباراة جمهور غفير من أهالي منطقة تاجورا ومنطقة أبوخة. كما شارك في هذه المناسبة أمين الدولة للشباب والرياضة و أمين الدولة المكلف باللا مركزية، إضافة إلى رئيس الاتحاد الجيبوتي لكرة القدم وسلطات المنطقة في كل من أبوخة وتاجورا. وبعد انتهاء المباراة تم توزيع الكؤوس لأحسن لاعب ولأحسن هداف وأحسن حارس مرمى من قبل أمين الدولة للشباب والرياضة وأمين الدولة المكلف باللا مركزية ومدير الشؤون الرياضية في المناطق الداخلية ورئيس الاتحاد الجيبوتي لكرة القدم، حيث تبذل أمانة الدولة للشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد الجيبوتي لكرة القدم جهودا حثيثة في ترقية كرة القدم على المستوى الوطني واكتشاف المواهب الجديدة في هذه اللعبة. وفي مداخلة له أعرب أمين الدولة للشباب والرياضة سيد حسن محمد كامل عن شكري للمنظمي هذه المسابقة وتحديدا لمدير الفندق أي فندق كارتو مالتيز سيد موسى عولي ووالي والرابطة الوطنية لكرة القدم، متمنيا في الوقت ذاته بأن تشارك المحافظات الداخلية بتنظيم مثل هذه المسابقات بغية ترقية الرياضة في الأقاليم الداخلية. كما أشار إلى المستوى الرفيع للمباراة التي قدمها الفريقين. من المقرر أن تطلق شركة جيبوتي تيليكوم يوم غد الخميس عروضا لجيل الرابع المعروف ب 4G+. وفي هذا الصدد أدلى مدير عام شركة جيبوتي تيليكوم بتصريح أعلن فيه عن الجديد وقدم المزيد من العروض الإيضاحات حول ما هي هذه العروض التي ستلبي احتياجات مستخدمي الشبكة العنكبوتية، كما تطرق للصعوبات التي كان يواجهها مستخدمو الهواتف المحمولة طيلة الفترة الماضية.
ونوى أن هذه الخطوة تندرج في إطار مساعي جيبوتي تيليكوم لمواكبة التطورات في قطاع الاتصالات والتكنولوجية الجديدة. ورحب المدير العام لشركة جيبوتي تيليكوم بهذا الإنجاز، مؤكدا عن التزام الشركة لمضاعفة جهودها بغية تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتلبية متطلبات الزبائن. كما حث الشباب إلى المثابرة نظرا لدورهم الكبير في تحقيق التنمية في البلاد، وأهمية قوة الروابط بهدف تحقيق العروض. وفي مؤتمر صحفي أوضح مدير عام شركة جيبوتي تيليكوم أن الشركة ستقوم بإدارة التدفق المكثف للاستهلاك للمعطيات في الشبكات المتجولة، وقد اتخذنا الإجراءات الضرورية للسيطرة على جميع هيئات الشبكات، وذلك لتقديم لكل مستخدمي التدفق المكثف من 5 ميجابت، ومقارنة بالاتصالات الأوروبية بتدفق المضمون وهي 1 ميجابت لكل مستخدم، وذلك بفضل قدرات شركة جيبوتي تيليكوم، وذلك لتقديم المزيد من القدرات لكل مستخدمي الشبكة، إضافة إلى تغطية الشبكة المتجولة من خلال بناء 20 موقعا في العاصمة جيبوتي وبلبلة والمناطق الداخلية. عقب بحث وتحقيق عميق وحصول على معلومات مهمة، قام محقق مفرزة التحقق والموفد القضائي يوم أمس النزول إلى العديد من القطاعات التي تعد نقاط لتخزين وتوزيع المخدرات. أدى وألقى عناصر الشرطة الوطنية القبض على 8 من الشباب وامرأتين وبحوزتهم كمية كبيرة من الحشيش تقدر بحوالي 1,248,000 فرنك جيبوتي. وتندرج هذه العملية واسعة النطاق في إطار توجيهات المدير العام للشرطة الوطنية العقيد عبد الله عبد الفرح، الذي يولي اهتماما بالغا لمكافحة المخدرات في كافة أشكالها. وتقوم عناصر الشرطة الوطنية بعمليات مماثلة في العديد من أحياء مدينة جيبوتي، حيث عثرت على العديد من محلات بيع المخدرات والمنازل التي يقطن فيها المتورطون. ومن المقرر أن يمثل المتورطون في هذه العمليات ضد العدالة. نظمت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة الدولية يوم الخميس الماضي في سلسلة اجتماعات المجلس الإقليمي في دخل، في إطار الرحلات الترفيهية والتربوية لطلاب مدرسة التميز، نظمت إدارة المدرسة رحلة تربوية وتعليمية إلى منطقة علي صبيحة لصالح طلاب هذه المؤسسة التعليمية، وذلك بغية اكتشاف معالم وآثار هذه المنطقة. ولدى وصول الطلاب وبرفقة معلميهم إلى منطقة علي صبيح، استقبل من قبل والي إقليم السيد موسى آدم ميجاني وسلطات هذه المنطقة. وعقب ذلك توجه طلاب مدرسة التميز برفقة مديرهم وأساتذتهم إلى مصنع الإسمنت في هذه المنطقة، كما قاموا بزيارة للمحطة الجديدة للقطار الكهربائي. وتلقى الطلاب بعض التوضيحات حول سير أعمال هذا المصنع لإنتاج الإسمنت. وبعد ذلك قام الطلاب بزيارة لناحية عسامو وتجولوا في مزارعها وأماكنها العامة. وخلال هذه الزيارة تمكن الطلاب من اكتشاف المناطق الخلابة الواقعة في عسامو، أمثال المزارع الجميلة في هذه الناحية. نظمت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة الدولية يوم الخميس الماضي في سلسلة اجتماعات المجلس الإقليمي في دخل، ورشة تاهيلية حول مكافحة الإدمان على التدخين لصالح شباب مركز التنمية المجتمعية وقادة أحياء دخل والنواحي المجاورة.
وقام بتنشيط أعمال هذه الورشة الدكتور محمود داود، وشارك فيها جميع المسؤولين في الشؤون الرياضية وممثلي مختلف مراكز التنمية المجتمعية في منطقة دخل. ودوليا تعرضت 8 بحارة للاختطاف صباح أمس الثلاثاء في هجوم شنوا مسلحون على ناقلة نفط بيونانية رأسية في ميناء مدينة ليمب الواقعة غرب الكاميرون، حسب ما ذكرت بيان وزارة التجارة البحرية اليونانية. وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن بحارا يونانيا من أفراد طاقم الناقلة هباء الذي يضم 28 بحارا خلال الهجوم. والبحار المختطفون هم 5 يونانيين بينهم القبطان وفلبيان 2 وأوكراني. وأخيرا، لا يتعلق الصراع الأوكراني وضم روسيا لشبه جزيرة القرم في نهاية المطاف بالطاقة بل بالقوة، إلا أن الأزمة تتضمن أبعاد أساسية غالبا ما يتم إغفالها بالنسبة إلى قضية الطاقة في إطار استراتيجية زعزعة الاستقرار التي تنتهجها روسيا في إبريل. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب مفتوح موجه إلى القادة الأوروبيين إن أوروبا تواجه مخاطر متزايدة بحدوث أزمة جديدة في إمدادات الغاز. وبهذا الخبر سيدتي وسادتي تنتهي النشرة الإخبارية المسائية والأولى لهذا العام الجديد 2020. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء في نشرة قادمة، وكل عام وأنتم بألف خير.